السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ومساكم الله بالنور والسرور على قناة الفجيرة وعلى برنامجكم وفي برنامجكم 7 على 7 في يوم جديد وفي مساء جديد. ومسي ورحب زميلتي مروة. مروة مس النور والسرور عليك. يسعد مساك ومساك ورد عبد العزيز، ومساكم أيضا مشاهدينا وين ما كنتوا تابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. عندنا وايد مواضيع متنوعة وإن شاء الله تعيبكم حلقتنا لليوم إن شاء الله. كيف الأمور يا مروة؟ أنا اللي بسألك شو الأخبار؟ والله الحمد لله في فضل ونعمة، كل شيء تمام الحمد لله. كيف كان يومك البارحة واليوم؟ جدا جميل الحمد لله وجدا رائع الحمد لله رب العالمين. في حد سامحته من البارحة لليوم؟ طبعا كل يوم عبد العزيز كل يوم يسامح. أنا أزعل وايد يمكن؟ لا يا مروة، لا ما تزعل، في قاعدة في الحياة حلوة. أنا في مرة من المرات قابلت شخص كبير في السن، وكان هذا الشخص يعني كل الناس تحبه، وما شفت يعني ما شفت واحد ما يحبه ولا ميداني، الكل يحبه والكل يستانس يقعد وياه. نعم. قلت له أنا بسألك سؤال، شو سر حب الناس لك؟ ليش الناس تحبك؟ ليش الناس تحب تقعد وياك؟ ليش الناس يعني لما تقعد وياك تستانس؟ ما في حد زعلان منه، ما في حد يكرهك. قال لي أنا اللي يكرهني أنا أحبه وسامحه، أنا أحب كل الناس. قال لي حتى عدوي أنا أحبه. فالكلام هذا أثر فيني، خذيتك كقاعدة في الحياة. حتى اللي يغلط علي أنا لابد أني أنا أسامحه وأغفر له، يعني لو غلط علي ولا شيء. وجميل لأن محبة الناس، نحن شو ماخذين من الحياة هذه؟ كنا من روح وحلو محبة فعلا الناس. والحلو أنه أيضا يكون الشخص حتى ولو يا من شر أنه تم تتعامل معه بخير. في آية قرآنية تقول وادفع بالتي هي أحسن. نعم. والذي بينك وبينه عداوة وكأنه ولي حميم. صحيح. فهو شيء وايد حلو أن تقابل الإساءة بالحسنة. نعم. بيصبح مع الأيام ولي حميم، وبيصبح مع الأيام شخص يحبك أكيد. نعم. وكاظمين الغيظة والعافين على الناس، مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني دوما الإنسان لابد أنه يسامح ولابد أنه يغفر لصديقه. أحيانا يكون في صداقات عمرها سنوات طويلة يا مروة، لكن للأسف الشديد التكبر بين الطرفين أو أن ما عندهم ثقافة التسامح، هذه الثقافة اللي لما ما تكون موجودة تهدم هذه الصداقة اللي بنيت على سنوات وسنوات. فعلا. ونحن الحمد لله رب العالمين ثقافة التسامح موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي سووه قادتنا اللي موجودين. أنت حتى لما تروحين تشوفين لغة الجسد في التعامل معهم. نعم. حبهم للناس، التسامح اللي موجود على دولة الإمارات العربية المتحدة اللي غرسها القادة اللي موجودين يا مروة، فما في شيء غريب. نحن في دولة الإمارات في أرض التسامح، في أرض المحبة. نعم. أعلنت أكيد صحيح عبد العزيز، أعلنت أيضا وزارة التسامح عن تنظيم مؤتمر الدولي مفهوم التسامح في النظم والتشريعات والقوانين الأربعاء المقبل في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للقانون والدراسات الدينية بجامعة بريغهام يونغ بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة خبراء دوليين من كافة أنحاء العالم في مجال القانون الدستوري وحقوق الإنسان أيضا. طبعا يهدف المؤتمر هذا إلى التشريعات القانونية وإلى المبادئ اللي موجودة في التسامح، وكان يسلط الضوء حتى على المبادئ الأخوة الإنسانية اللي صارت في وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. فهي في أرض المحبة وأرض السلام، والتشريعات هي وجدت لأن لابد أن الشعب، نحن في يعني المنهج اليوم التسامح صار منهج. نعم. صار منهج دولة الإمارات. فعلا. يا مروة. وأيضا صحيح عبد العزيز، وأيضا قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن تنظيم الإمارات لهذه النوعية من المؤتمرات العالمية المتخصصة إنما يؤكد مكانة الدولة كعاصمة عالمية للتسامح، موضح أن الكم الكبير من الخبراء العالميين المشهود لهم بالكفاءة والموضوعية في المؤتمر يؤكد قدرة المؤتمر على الخروج بنتائج وتوصيات يمكن أن تكون مفيدة للمشرعين حول العالم فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات اللي تعزز قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر ونبذ العنف والتطرف وحماية الكرامة الإنسانية، علشان أكيد نعيش في بيئة مسالمة وبيئة محبة ونعطي الخير ويينا الخير. نعم. وطبعا أضاف معاليه أن المؤتمر راح تحتضنه أبوظبي على مدى 2 بإذن الله تعالى، وراح يطرح خلالها عشرات الأوراق البحثية والجلسات المتخصصة التي راح تركز على طرح كافة التشريعات الأممية والمحلية، كما راح تطرح بمشيئة الله التجارب العالمية والتشريعات المحلية والقوانين الحالية المنظمة، معبرا عن أمله بأن يخرج المؤتمر برؤية شاملة راح تعزز حقوق الإنسان و
وراح تحترم السيادة الوطنية لكل دولة مع الحرص على تعزيز الكرامة الإنسانية. الحين بنروح عبد العزيز لمواضيع حلقتنا لليوم، خبرنا عن أول موضوع. طبعا عدنا دور المؤسسات لكرة القدم بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الفجيرة، جامعة عجمان مقر الفجيرة سابقا. نعم، وأيضا جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين والبرامج التي تقدمها لاكتشاف المواهب. وعدنا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وأيضا عبد العزيز ملتقى الفجيرة الأول للعود 2019. وعدنا مبادرة الإصلاح عن بعد اللي نظمتها النيابة العامة بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. نعم، والحين بنروح، والحين العنوان الأخير اللي اختمنا فيه راح نبدأ فيه اللي هو مبادرة الإصلاح الأسري عن بعد، وهي مبادرة المشتركة بين النيابة العامة بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. عشان نعرف تفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف الأستاذ أمل محمد المزروعي، أخصائي نفسي ورئيس بنيابة الأسرة والأحداث بدبي. يا مساء النور وسرور عليك أستاذ أمل. أهلين، مساء النور، هلا مرحبا. يا هلا فيك أستاذ أمل. أستاذ أمل، لو تعطينا تعريف عن هذه المبادرة. هي مبادرة تم إطلاقها من عشان نيابة الأسرة والأحداث سنة 2009. نعم. وجاءت استكمالا لمبادرة النيابة العامة في دبي في الحفاظ على الحياة الأسرية ومحاولة الوصول إلى حلول تمنع من تفكك الأسرة. نعم. وطبعا نسعى في القضايا الأسرية للصلح للحيلولة دون اللجوء إلى المحاكم، لأن نرى أن الوصول إلى صلح أفضل بكثير من صدور أحكام ضد الأطراف في الأسرة الواحدة. نعم. طبعا وما يتبع ذلك من تفاقم المشاكل في حال وصولها إلى المحاكم وغيرها في الأسرة. كما تم التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الصلح بالاستعانة بالواعظ الديني عن طريق شاشات عرض تم وضعها في غرفة الصلح الخاصة بالأطراف. وطبعا احنا نلجأ للواعظ الديني تقديم النصح في بعض القضايا، عندنا بعض القضايا تحتاج الى الصلح من الناحية الدينية. نعم. لابد يعني في الامور هاي فعلا كما ذكرتي استاذة تحتاج الواعظ الديني اللي يكون موجود من رجال الدين. صح. استاذ امل، خبرينا عن اهم محاور هذه المبادرة. أهم محاورها أساساً مثل ما قال الأخوة أن هي الصلح بين الأطراف. نعم. وخاصة في القضايا اللي طبعاً يصعب حلها، في بعض القضايا تشوف الباحثة أن تحتاج إلى واعظ ديني من الناحية الدينية. صحيح أستاذة. نعم أستاذة أمل، الأهداف اللي أنتم ترجون أنها راح تحققونها إن شاء الله تعالى عن من هذا المبادرة، لأن فعلا أنت قلتي في أهداف اللي هي مثل الإصلاح وغيره، وهل في أهداف ثانية خاصة بهذا النظام، يعني خاصة متعلقة بهذا متعلقة بهذا الهدف اللي هو غير الإصلاح الأسري؟ انقطع الاتصال للأسف. نعم. فشكرا اللي كانت معنا عبر الهاتف، نشكرها يعني أستاذة أمل محمد المزروعي. نعم. أخصائي نفسي ورئيس بنيابة الأسرة والأحداث بدبي. فعلا الموضوع مهم يا مروة. أكيد. اليوم للأسف الشديد يعني حتى هو يعني مربوط بالافتتاحية اللي نحن بدينا فيها فعلا. اللي هو عن التسامح، وقلنا يعني حتى التسامح مهم جدا. خلنا نروح الحين لبطولة المؤسسات. يلا. طبعا بطولة المؤسسات اللي بطولة دوري جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، جامعة عجمان مقر الفجيرة سابقا، هالبطولة يعني تنظم المؤسسات اللي موجودة في إمارة الفجيرة بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وغيرها. خلنا نشوف التقرير هاي يا مروة مشاهدين الكرام، نرجع لكم. النسخة العشرة باسم جامعة عجمان مقر الفجيرة، بالاسم الجديد جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، دي النسخة الأولى. البطولة مكونة من 8 فرق، تقسمت لمجموعتين، كل مجموعة 4 فرق، بيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة. يعني هي الشواهد بتقول دلوقتي إن الأول والثاني المجموعة شبه إن المجموعة الأولى الدفاع المدني
وسبورت كينج، دول المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه هي لسه فيها شويه قويل، انه يعني في ناس، في فرق 3 نقط وفي فرق 6 نقط، يعني في فرق فاضل لها مباراه، في فرق فاضل لها مباراتين. البطوله بشكل عام بننظمها عشان تشجيع الشباب المنطقه الشرقيه وخصوصا ابناء اماره الفجيره على ممارسه الرياضه، وتدعيم روح التسامح والروح الرياضيه بين كل ابناء المجتمع وأفراد ومؤسساته. بطولة فيها 8 فرق، احنا في مجموعة وفي مجموعة تانية. البطولة جميلة، في منافسة قوية ما بين الفرق إلى حد كبير، كمان المجموعات متناسقة في القوة ما بينها وما بين بعضها، وإن شاء الله احنا فزنا في ماتش 5-0 الماتش الأولاني، والماتش التاني خسرنا فيه 2-4، وعندنا ماتش بكره يوم الثلاث ان شاء الله، وان شاء الله نامل ان احنا نوصل قبل النهائي وفي النهائي باذن الله. والله حققنا قبل في بطوله الشركات قبل 3-4 شهور المركز الثاني، خسرنا بضربات الجزاء، ومشاركين في بطولات كثيره، يعني هذا استعداد حق عندنا بطولات القائد في رمضان، قائد عام الدفاع المدني، وان شاء الله تكون خير استعداد. مشاركين في بطولة جامعة العلوم التقنية بالفجيرة، هذه أول مشاركة لنا، ونتمنى إن شاء الله هاي المشاركة تتكلل بالنجاح، لأن نحن داشين تحضيرا للبطولات الرمضانية القادمة، وإن شاء الله ناويين الفوز بالبطولة، خصوصا أن الفرق اللي موجودة هنا فرق قوية، والمنافسة يعني تعتبر جيدة في هذه البطولة، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لإدارة الجامعة بالتنظيم ولفريقنا بالفوز بالبطولة. كمستوى عام للأمانة البطولة يعني في بعض الفرق يعني كان مستواها أقل من المتوقع، لكن في البطولة يعني مقسمة على مجموعتين، في 4 فرق قدمت مستوى قوي، من ضمنها فريق إدارة الدفاع المدني. إن شاء الله يعني البطولة أنا أتوقع أنها تكون ناجحة، لأن المستوى الفني يعتبر جيد. للمزيد من التفاصيل عن دوري المؤسسات معنا في الاستوديو الحين دكتور محمد حسن عبد الله، استاذ بكليه القانون بجامعه العلوم والتقنيه في الفجيره، جامعه عجمان مقر الفجيره سابقا. هلا مرحبا فيك. اهلا وسهلا، نورتنا. الله يحفظك، شكرا على الاستضافه. يا حياك الله. سلام. خبرنا عن بطوله الفرق للمؤسسات. بدايه طبعا اشكر لكم هذه الاستضافه، ونشكر تواصلكم وتفاعلكم الدائم مع الجامعه بصراحه ومع كل فعالياتها. طبعا بالنسبه للبطوله، هاي البطوله واحده من يعني الفعاليات اللي تنظمها الجامعه باستمرار، بس باعتبار انه لعبه كره القدم يعني لعبه شعبيه ولها يعني شعبيه واسعه عند الناس، ربما تكون الابرز ولا اكثر شهره في وسط المجتمع المحلي، لكن نحن قد يعني الجامعه تقيم وتنظم دائما الكثير من الفعاليات الرياضيه والثقافيه التي تترك اثر طيب في المجتمع. طبعا هذه البطوله الان عمرها تقريبا هي السنه العاشره، يعني هذه النسخه العاشره من هذه البطوله، يعني بدات منذ 2010، ودائما تجتمع وتلتقي فيها فرق من مختلف المؤسسات الحكوميه والخاصه، وطبعا تقسم الفرق الى مجموعتين، ودائما يكون في يتأهل فريقان من كل مجموعة. نعم. ثم يتقابلان المتأهلون من في التصفيات النهائية. نعم. ووصولا للفريق الفائز بالمركز الأول والفريق الفائز بالمركز الثاني. دكتور محمد، الهدف من إقامة مثل هذه البطولات واللي جامعة تنظمها، شو الهدف منها؟ طبعا لا يخفى على كل لبيب كما يقال، يعني هذه الفعاليات تحقق الكثير من الأهداف. رؤية ورسالة الجامعة تهدف دائما إلى التواصل المثمر والبناء والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي، وطبعا هذه واحدة من الوسائل المهمة، لأنه قلت لك هذه البطولة تجمع تقريبا فرق مشاركة من أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة، وبالتالي هذا التواصل البناء والمثمر يخدم روح التعاون، روح الإخاء، إشاعة قيمة التسامح، الشعار العظيم الذي رفعته الدولة في هذا العام. وطبعا أيضا الجامعة تهدف إلى التعريف بدورها التنويري والثقافي والعلمي في المجتمع، التعريف ببرامجها الأكاديمية ومنجزاتها،
وبالتالي خلق علاقة تواصل مثمر وبناء باستمرار مع كل مؤسسات المجتمع المحلي وأفراده سواء في إمارة الفقيرة أو المنطقة الشرقية بشكل عام. صحيح. خبرنا عن اختلاف هذه النسخة هذا العام عن العام الماضي. طبعا هذه النسخة تميزت بوجود حالة من التناغم، يعني لم تكن مقصودة لكنها وجدناها هكذا أمامنا، أنه يعني نسبة المشاركين من المؤسسات الحكومية إلى المؤسسات الخاصة 50% ب50% تقريبا، يعني حتى المتصدرون الآن فريق من مؤسسة حكومية وفريق من مؤسسة خاصة، فهذا التناغم الجميل طبعا يخلق حالة من العلاقات الإيجابية، ناهيك على أنه يعني الاستمرارية في إنشاء أو تنظيم هذه البطولة على مدار هذه كل هذه السنوات خلق لها سمعة طيبة لدى السكان ولدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وبالتالي هذا يجعلهم دائما في حالة تواصل وحالة متابعة ودائما للجديد، وكل دائما نسخة دائما يشترك فيها مشاركون جدد ولم يشاركوا في النسخ السابقة. إن شاء الله إن شاء الله على النسخة الجاية مروة إن شاء الله نسوي فريق 7-7 ونشارك وياهم فريق تلفزيون الفقيرة إن شاء الله. أنا بقى فريق للبرنامج إن شاء الله. بس الله خلف الكاميرات في وايد شباب. مدرب ولا أنا مدرب؟ حرام عليك أنت مدرب، أنا بشيل الكور نفس العادة. خليها هجوم إن شاء الله. هي إن شاء الله تكون المدير الفني للفريق. إن شاء الله المدير الفني إن شاء الله. زين السبل اللي أنجحت هذه البطولة ما شاء الله، أنا انتقلت في النسخة 11 البطولة هذه ودوما يعني من نجاح إلى نجاح، خاصة النسخة هذه حققت صدى كبير وناجحة، يعني حتى على المستوى الإعلامي والناس تتكلم عنها في الفجيرة. طبعا احنا عملا بما ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أولا يجب أن ننوه أنه إدارة الجامعة ويعني متابعتها المستمرة لهذه البطولة وتقديمها الدعم دائما المعدي والمعنوي لهذه البطولة، أيضا دور المنظم والدينامو أنا أعتبره لهذه البطولة الأستاذ رمزي غنيم، الحقيقة يعني هو كتلة من النشاط يعني والتفاعل التقدير للسلام فعلا رمزي حقيقة، يعني أنا لا يعني أبالغ إذا قلت هو الدينامو المحرك لهذه الفعالية فعلا، وطبعا الجامعة تحاول تتواصل مع كثير من الجهات التي طبعا نشكر لها تفاعلها معنا، الأستاذ الفقيرة، المنطقة الطبية، تلفزيون الفقيرة، صحيفة الخليج، نعم. الكثير الحقيقة من مؤسسات المجتمع المحلي التي لم تألو جهدها في دعمنا ومساندتنا يعني. نعم، يقال أن المفروض كلاعب يكون عنده شوية روح رياضية، صحيح؟ نعم. خبرنا هل الفريق يتحلى بهذه الروح الرياضية عند خسارة فريق أو ربح فريق آخر؟ الحقيقة يعني خلال 10 سنوات لم تسجل أي حوادث مؤسفة يعني بين، بالعكس يعني يسود هذه المشاركات وهذه الفعاليات روح التنافس الإيجابي والبناء والشريف يعني، ولم تسجل أي واقعة احتكاك أو شجارة، بالعكس الحمد لله. كيف شفتوا الإقبال الجماهيري على البطولة هذه؟ جمهور من برا كيف كان الحضور؟ يعني طبعا لأنه مؤسسات مختلفة حكومية وخاصة، فيحرص أيضا يعني منتسبوها أن يحضروا هذه الفعاليات، وأيضا تشارك معنا بعض المدارس وبالتالي طلابها ومدرسوها يشكلون زخما أيضا، فطبعا نحن ندعو أيضا الجميع للحضور في 30 فبراير اللي هو الموعد النهائي إن شاء الله اللي يعني إظهار الفعالية، مباراة ما تتفوت تاريخ 30 إن شاء الله تعالى. نعم. شو طموحاتكم؟ لشو اللي تطمحون له؟ طبعا الجامعة الآن صارت جامعة كما تعلموا جامعة العلوم والتقنية بالفقيرة، يعني صارت جامعة مستقلة. نعم، وبالتالي هي تسعى الآن لتحقيق الكثير من يعني المشاريع وخاصة تعزيز البنية التحتية للفعاليات الرياضية في نحن في الجامعة هناك توجه الآن لإنشاء مدرج لملعب كرة القدم. ما شاء الله هذا خبر حصري هنا. خبر حصري بما أنك طالب يعني. يا مروة في الجامعة هذه كنا نحلم بهذا المدرج. أيوة، وأيضا حمام سباحة ما شاء الله. وتطوير وتعزيز القاعات الرياضية، صالة الجيم، وأيضا طبعا هناك الفعاليات كثيرة، نحن عندنا منافسة في البولينج هذه ننظمها في فندق السي جي دي ار،
وعندنا طبعا بطولة الشطرنج بالتنسيق والتعاون مع نادي الشطرنج بالفقيرة. نعم. عندنا طبعا تنس الطاولة، عندنا كرة الطائرة، كرة السلة، والكثير من الفعاليات. وبالتالي أنا أيضا من هذا الصرح الإعلامي المتميز أوجه نداء لكل المواطنين والمقيمين في الفقيرة والمنطقة الشرقية لاستخدام كل منشآتنا الرياضية. نعم، هي مفتوحة للجميع، والدوم الجامعة فاتحة أبواب للجميع. نعم. نعم. خلينا نرجع لأجواء البطولة شوية، وتكلمنا عن المباريات كيف كانت والمستوى الفني للفرق اللي مشاركة. الحقيقة يعني كل من حتى عنده معرفة بسيطة يعني بلعبة كرة القدم ومهاراتها وفنياتها، يعني عندما يشاهد هذه المباراة لن يلمس يعني فرقا كبيرا بينها وبين مستويات الفرق المحترفة التي تراها يعني في شاشة التلفاز وفي المنافسات الوطنية والإقليمية والدولية. هناك كثير من الشباب اللي عندهم ملكات الحقيقة مميزة، سواء بفريق الجامعة أو بالفرق الأخرى. وأقول أنا المختصين يعني لو يحضروا ويتابعوا يمكن لهم أن يستقطبوا الكثير من المواهب من هذه الفرق. نعم. بالإضافة يعني مروة، النسخة السابقة من البطولة كان في 3-4 لعيبة، يعني كان في كشاف يعني كشافين للأندية الدولية درجة الأولى، اختاروا تقريبا 4 لعيبة كانوا يلعبون في دوري المؤسسات السنة الماضية لما أنا كنت طالب وياكم دكتور. وهم اللعيبة الحين يلعبون في أندية دولية درجة الأولى، وبالتالي نحن نريد لهذا التقليد أن يستمر. يعني هذه الفعالية أو هذه البطولة ستكون منجم للمواهب. نعم. وهي بطولة على مستوى يعني. نعم. في بعض الأحيان ممكن تثبت عزيمة الشباب وأن تنزل شوي، كيف تشحن طاقتهم وإرادتهم وعزيمتهم للفوز؟ بالعكس، يعني هذه واحدة من الأهداف الأساسية لهذه البطولة، هو يعني تشجيع الشباب على ممارسة كرة القدم والكثير من الألعاب الرياضية. وبالتالي في أجواء المنافسة هم دائما ما شاء الله طاقتهم تنشحن بشكل إيجابي وبشكل تلقائي يعني. نعم. بطبيعة الشباب روحهم وثابة، روحهم يعني تنافسية، ودائما يطمحون لتحقيق يعني المراكز المتقدمة. صدق. وبالتالي أبدا يعني لا يعني لا يتسرب إليهم يعني الإحباط أو التشاؤم أبدا، خاصة أن يلعبون رياضة، فليلعبون رياضة دوم عندهم طاقة إيجابية. بالضبط. نعم. صح. شكرا لك دكتور محمد حسن عبد الله، استاذ بكلية القانون بجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، جامعة عجمان مقر الفجيرة سابقا. شكرا، نورتنا دكتور. حياك الله، وانا سعيد بهذه المسوى. اشكر في الاخير تلفزيون الفجيرة على تفاعلهم معنا وباستمرار. شكرا، ونبقى على تواصل دائم باذن الله تعالى. نورتنا دكتور محمد. والحين مشاهدينا بننتقل لفاصل، عقبها رادين لكم لبرنامج 7 على 7. رجعنا لكم من هذا الفاصل. بما أن دولة الإمارات هي أرض الموهوبين يا مروة، وأرض دوما تحتضن الجميع المواهب، راح نعرف عن جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين والبرامج اللي راح تقدمها لاكتشاف المواهب، وتفاصيل أكثر مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور سيف راشد الجابري، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين في دبي. مساك الله بالنور والسرور. مساكم الله بالخير والسعادة. كيف الأمور إن شاء الله؟ طيب. حياكم الله، الله يسلمكم على هذا البرنامج الطيب. حياك الله. الله يسلمكم. كيف تكتشفون المواهب وكيف ترعونها دكتور؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. المواهب الله سبحانه وتعالى أكرم فيها الإنسان بعقله. نعم. فلذلك هذه الدولة دولة مواهب، ونفتخر وإذا جهرنا بالصوت العالي أن أرض الإمارات تمتلك مواهب نافست العالمية وأصبحت في العالمية، والحمد لله من خلال جمعية الإمارات رعاية الموهوبين التي تأسست بأيادي وضاءة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة الأمن العام بدبي، أن جعل العمل المدني في خدمة المجتمع نافذة، من خلالها فتح قنوات وأبواب لرعاية الموهوبين على مستوى الدولة. نعم. إنزين، شو هي إنجازات جائزة العلماء الشباب دكتور؟ طبعا الفكرة عظيمة جدا، كيف نستطيع نخرج من المدارس موهوبين، وكيف نكتشف الموهوبين. نعم.
وضعت طبعا برامج عدة، وهذا البرنامج خاصة علماء الشباب بدأ ما يقارب من 10 سنوات بالتعاون طبعا مع وزارة التربية، مشكورة أنها تحقق الأفكار الإبداعية وتطرحها على الميدان. وبالفعل الحمد لله كل عام يصير عندنا اختبارات نسميها اختبارات العلماء الشباب، يرعى حقيقة من أهل الخير من الأخ محمد عمر بن حيدر، من أهل الخير في دبي، ومن حقيقة المتبرعين، ويذكر الإنسان من باب يعني إظهار الفضائل أنه يرعى هذه الجائزة ويقدم لها المعونة. تعرفون جائزة كبيرة جدا لأن الاختبارات على مستوى الدولة، ثم يعني تصفى إلى 800، 800 تصفى إلى 400، 400 تصفى إلى 40 على 4 مواد أساسية علمية وهي الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات. ومن خلالها الحمد لله صارت الانطلاقة وتطوير مستمر، وهذه السنة كانت الحمد لله نقلة نوعية برعاية معالي وزير التربية حسين الحمادي، أن جعل بها نوع من التحدي الأكبر من طريق التكنولوجيا والاختبارات في ذلك. لو تكلمنا عن المبرمج المواطن، هذه بعد الحمد لله يعني نفحة ثانية من توجهات معالي رئيس الجمعية معالي الفريق ضاحي خلفان، أن من خلال المناقشة طرحت فكرة كيف نحن اليوم عالم البرمجة، اليوم الشباب في حاجة للوصول لهم، فطرحنا هذا البرنامج قبل 3 سنوات أن نعنى بالأطفال من 7 سنوات وطالع كفكرة بسيطة جدا، ولكن الحمد لله لقيت القبول الكبير جدا جدا، حتى هذا صار عامها الثالث وصارت تنمو وتكبر. والحقيقة كأحد يعني متابعين كل سبت نعمل لهم دراسة لمدة ما يقارب 8 أسابيع 16 أسبوع والله خانتني الذاكرة. فالمهم كل سبت يأتون الحمد لله الطلبة على مستوى الدولة. هذا العام بالحقيقة وصلنا إلى المرحلة الثالثة مع المحافظة على الأولى والثانية، اللي وجدنا أن كثير من الأهالي صاروا يتنافسون ويعرفون أن أولادهم هؤلاء أهل مواهب وأهل برمجة وأهل علم. فلذلك الحمد لله المواطن اليوم أصبح يستشعر من خلال الجمعية في نافذة للأولاد والشباب من خلال برمج المواطن، اللي هو إعداد أجيال للفضاء، كما هي رؤية الإمارات 2071 أن تصبح دولة الإمارات متقدمة في التكنولوجيا والمعرفة، وهذا من خلال المبرمج المواطن اللي يعد حقيقة شريحة كبيرة ويزداد العدد عندنا كل عام. ويأتون في الحقيقة حتى أن عاملين نحن في الأكاديمية دبي في مقر الجامعات في جامعة حمدان محمد الذكية، والشاهد في الموضوع يأتون العوائل تاتي من الفجيرة، من رأس الخيمة، من أبوظبي، من العين، ما توقعنا هاي الأعداد. والتضحية حقيقة أشير بالتضحية من أولياء الأمور والأمهات والحرص كل سبت، تعرفون أنتم يوم سبت إجازة وكل واحد يبحث عنها، إلا من كثر الشوق لهذه البرامج المعدة تجد الحمد لله الأطفال يتنافسون. والله عندنا لستة ما قدرنا طبعا ما المساحة ما تسمح، عندنا لستة حق السنة القادمة ما شاء الله من خلال المبرمج المواطن، الذي يعني طبعا بالمبرمجة العلمية الفكرية اللي تبحث عن الرقم التكنولوجي اليوم، وكيف يعني الأولاد تعرفون اليوم المخاطر والهكر اللي يحدث اليوم، والقزو الفكري من خلال التليفون من خلال الأدوات التكنولوجية. فلما عيالنا يعرفون هذا الشيء بيصير عندهم نوع من الحماية والوقاية، وهذا الذي يصرف عليه حقيقة. كذلك برعاية جمعية الاتحاد نشير لها، أن لأن تعرفون هاي مبالغ كبيرة، فنحن الحمد لله المجتمع المدني متعاون جدا مع رسالة الجمعية في هذا الإطار. نعم. دكتور خبرنا عن اختبارات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي طبعا متوج للفئة الأكبر. الذكاء الاصطناعي طبعا في منافسات عالمية جدا وعلى مستوى العالم، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين حظيت برئيسة العباقرة في العالم الدكتورة مناهل،
أن تكون عضو شرف وترعى هذا الجانب. نعم. طبعا الاختبارات هذه اختبارات الذكاء طبعا في تعرفون أن نحن اليوم العالم يحدد مسار إنسان يكون يقول لك أنا أبغي هذا العمل بس وما يصلحك هذا العمل صح. يقول لك والله أنا أبغي أصير طبيب. طيب أنت شخصيتك وعقليك ما تسمح تكون طبيب. واحد يقول أبغي بس هي ضابط شرطة نقول له شخصيتك ما تصلح. فتحديد الذكاء الاصطناعي أو الذكاء العام أنك أنت تقيس قدرات معينة لفئات المجتمع واللي يدخلون على الوظائف الكبيرة. أنت تبغي وزارات تبغي مهندسين تبغي مجتمع محتاج حق كل حد فمش كل حد يصلح. فهذه ميزة الذكاء أو الاختبارات الذكاء العالمية التي اليوم طبقناها بمعايير عالية. وأفرح المجتمع الإماراتي أن الحمد لله عندنا مواطنين من أهل البلد على مستوى عالي جدا وأصبحوا اليوم ينافسون في الدول الأمريكية والأوروبية. السنة الماضية صار منافسة طبعا في بريطانيا يجمعون لها أذكى 3000 طالب على مستوى العالم يصير منافسة عالمية. فبكل فخر أن الذي حاز أعلى درجة كان من الإمارات. فطبعا الحمد لله هذه جاءت نتيجة طبعا تتويج من استخراج الميدان من خلال علماء الشباب ثم إلى البرمج المواطن ثم إلى اختبارات الذكاء التي أصبحت اليوم القيادة الرشيدة توجه الأنظار لها. تبقي قادة تبقي وزراء تبقي شوف المستقبل من خلال هذا الاختبار العام. الحمد لله لا شغالين بأكاديمية شرطة دبي لكل من يرقب يقيس نفسه. أحد الناس يقول لك والله أنا ذكي طيب تفضل هذا الميدان صح. فهي طبعا معايير كبيرة جدا. وجمعية الإمارات رعاية الموهوبين حقيقة وضعت هذه الأسس من خلال أطر معينة أو عملية ومدعومة الحقيقة من المجتمع المدني حتى تقضي الدولة. وأصبحت الحمد لله يعني هاي أفكار تتبناها الوزارات وخاصة ممثلة وزارة التربية والقيادة العامة لشرطة دبي وشرطة وزارة الداخلية. الكل صار يبحث عن هذا التقييم ويأخذون موظفينهم وضباطهم أنهم يشاركون فيه أنهم يشاركون حساس يعرفون. وهذه دعوة لجميع أفراد نعم المجتمع أنهم يشاركون. شكرا لك الدكتور سيف راشد الجابري عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين. شكرا واستمتعنا بهذا. الله يجزيكم خير وشكرا على استضافتكم وفتح القنوات أن الناس تسمع عن هذه الجمعية التي هي في خدمة المجتمع. شكرا لك دكتور. العفو الله يحفظك. والحين بنروح لسباق قوارب التجديف التراثي فئة 30 قدم في خور فكان تحت تنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية. وطبعا كان تزامنا مع أيام الشارقة التراثية. خلنا نشوف هذا التقرير. يلا نشوف هذا التقرير مشاهدينا الكرام. اليوم في مدينة خورفكان سباق التجديف التراثي تزامنا مع أيام الشارقة التراثية. شارك في هذا السباق تقريبا 19 زورق أو قارب على كل قارب 11 شخص ومتسابق. لله الحمد النتائج كانت طيبة واللي يهمنا دائما في كل المسابقات عدم وجود أي حوادث أو أي أمور أخرى فنية تعطل سير السباق. النتائج كلها إن شاء الله اعتمدت مؤخرا. نهني كل المتسابقين والكل إحنا بالنسبة لنا كنادي شارقة دولي للرياضات البحرية فائزين معنا اليوم بمشاركتهم في هذا اليوم الجميل في مدينة خورفكان. ولا الحمد تنافس كبير ما بين المتسابقين. خورفكان اليوم وجهة مهمة لنا في النادي البحري لتنظيم مثل هذه الفعاليات. مثل ما نشوف الإقبال كان كبير من الجمهور. مستمرين إن شاء الله في النادي البحري في تقديم الفعاليات المتنوعة ما يقارب 20 فعالية عندنا على مدار العام. بالإضافة إلى أن هناك أيضا تنافس عالمي نشارك فيه فريق فورمولا واحد. أتمنى إن شاء الله أن نطلع بهذا النادي الشارقة للرياضات البحرية وباسم إمارة الشارقة إلى منصات أعلى وأعلى إن شاء الله. أبو
مسابقة التجديف التراثي 30 قدم اليوم بالتزامن مع أيام الشارقة التراثية في مدينة خورفكان. طبعا نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية يحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التراثية للمحافظة على الموروث التراثي وهذه الرياضات البحرية، كذلك أن يكون دعم لممارسي هذه الرياضة اللي حافظوا عليها لوقتنا هذا، وننقل هذه الرياضة من جيل إلى جيل أنها هي موجودة ولازم نحافظ عليها وندعمهم. كذلك هي فعالية اليوم نشرت الثقافة هاي في من خلال وجودنا في شاطئ خورفكان، ونشوف أن فئات كثيرة من المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار موجودين ويعني كانوا حاضرين على هذه المسابقة، فيعني أعتقد أن فعالية كانت متكاملة وناجحة من جميع الجوانب. الحمد لله رب العالمين، حصلت على المركز الأول بجهود الشباب والتنظيم الرائع من هذه اللجنة الطيبة اللي هي قامت بجهد طيب، ونشكر الله على كل حال. جميلة الرياضات البحرية، وهي من أحب الرياضات إلى قلبي، أنا أحب أمارسها، وكانت قريبة من عندنا في خورفكان بس للأسف فاتتني. لا والله المرات الجاية إن شاء الله. زين شو عندنا الحين؟ الحين عندنا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. بنتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ إلياس طباع، أخصائي علاج نطق ولغة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. هلا ومرحب فيك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. دكتور، خبرنا عن فكرة عامة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين. حبا وكرامة، تعتبر الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة يعني هي أفضل منظومة حقوقية وقانونية عرفها تاريخ البشرية حتى هذه اللحظة. وهذه الاتفاقية طبعا يعني أتت على جميع الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة، حقهم في التعليم، في العمل، في الصحة، في كافة المجالات، ومساواتهم مع غيرهم من أفراد المجتمع، وصون كرامتهم إلى أبعد الحدود. فلذلك تعتبر هذه الاتفاقية يعني هي هذه المنظومة الفريدة فعلا على المستوى العالمي والدولي، لكون هذه الاتفاقية أيضا أتت على فلسفة الحقوق بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وليس على الفلسفة الطبية التي كانت شائعة، كان ينظر للإعاقة من منظور طبي، أما هذه الاتفاقية فقد أتت عليها من منظور قانوني ومن منظور حقوقي، أي بمعنى أنها لم تنظر إلى الإعاقة بحد ذاتها بقدر ما أنها نظرت إلى البيئة التي هي قد تكون يعني محفزة لتطوير قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. من هنا تأتي يعني قيمة هذه الاتفاقية الكبرى. أستاذ، شو أضافت هذه الاتفاقية للأشخاص الصم يعني تحديدا؟ أستاذ الكريم، سؤالك في غاية الأهمية. طبعا هذه الاتفاقية الدولية أتت على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس الدرجة والتساوي، ولكنها أتت يعني بالنسبة للأشخاص الصم للحديث عن مشروعية التواصل معهم بكافة أشكال التواصل بما فيها لغة الإشارة، وشرعنت هذه اللغة، وأصبحت يعني هذه اللغة هي منفذ أساسي بالإضافة للغة النطق والكلام وكافة أشكال التعبير الأخرى. أضف إلى هذا أستاذنا الكريم بأنها ضمنت حقهم في التعليم النظامي وفي التعليم أيضا الجامعي. ومن هذا القبيل يعني أود أن أذكر بأن الخدمات التي قدمتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة كانت فعلا في غاية الأهمية والروعة.
حيث أننا نحن الآن في مدينة شرق خدمات إنسانية في مدرسة الأمل للصم، خرجنا الكثير من طلبة الثانوية العامة ودخلوا الجامعات وتخرجوا من الجامعات، وهناك الأسماء الكثيرة والمتعددة في هذا الإطار، وفعلا أبدعوا في كافة المجالات الوظيفية والعملية. نعم دكتور، كيف نفعل بنود الاتفاقية هذه ونجعلها خلينا نقول موضع فعلي أكثر، يعني ننفذها فعلا في المجتمع المحلي؟ أنا أشكرك جدا أيضا هذا السؤال المحوري والطيب. طبعا هذه الاتفاقية لابد من مضمونية من أجل تنفيذها، وهذه الاتفاقية أتت بالمضمونية من خلال بنودها التي وضعت في داخلها، فكانت المادة 33 هي التي تصون تنفيذ هذه الاتفاقية. يعني من خلال هذه المادة كانت تنص على عمليات الرصد من جهة كل المؤسسات ومن جهة كل المراكز العاملة في مجال الإعاقة لرصد كل ما هو في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية. يعني هذه المادة هي ما هذه المادة التي أتت عليها الاتفاقية هي من أجل رصد تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. ودولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة، يعني ستقوم الهيئة الوطنية قريبا بدراسة يعني إمكانية التنفيذ الفوري لكل بنود هذه الاتفاقية. فحقوق الأصم الأخرى اللي ما ذكرت وما طرحت واللي يعني لابد أنها تكون مطروحة إن شاء الله مستقبلا، أو اللي يعني نأمل أنها تطرح مستقبلا، حقوقهم وواجباتهم في المجتمع. نعم أستاذي، طبعا يعني العلم دائما في عملية طرح وأسقاط وتجديد دائم. صحيح. يعني ليس هناك من شيء منجز بصورة كاملة، وهذه الاتفاقية طبعا مضى على إعدادها حوالي 13 عام. ما شاء الله. يعني هي من 2006 وصادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة في 2008، ونحن اليوم في 2019، يعني بمعنى أنه مضى بحوالي 13 سنة على هذه الاتفاقية. وطبعا يعني الفلسفة نحو هذه الاتفاقية لابد أنه جرى عليها التعديل والتغيير بالإطار العام، لأنه صارت اليوم الفلسفة الحقوقية أكثر شمولية، بمعنى أنها صارت تنظر إلى البيئة بصورة شاملة، كيف تستطيع هذه البيئة أن تكون معدة مسبقا لكل شرائح المجتمع وليس لشريحة واحدة محددة. فمن هون أتت يعني كانت النظرة الآن أصبحت أكثر شمولية وأكثر تفاعلية. نعم إنزين أستاذ، خبرنا عن أسبوع الأصم 37 وشو في أنشطة وفعاليات؟ بكل محبة طبعا. طبعا هذا الأسبوع 44 للأصم العربي بدأ الأسبوع يوم البارحة يوم الأحد بتاريخ 21/4. وكانت هناك يوم البارحة جلسة حوارية رائعة ومهمة جدا، استضافت هذه الجلسة ثلاثة من الإخوة والأخوات من النخب المثقفة في إمارة الشارقة ودبي والإمارات الأخرى. كان هناك الأخ عبد الله إبراهيم الزعابي، والأخت سميرة عبد ربه أمين مجلس طبعا أصحاب الهمم، والأخت هبة الحمراني اللي هي مدير الشؤون الإدارية والمالية بمدينة شرق الخدمات الإنسانية. والإخوة والأخوات مشكورين، يعني أدلوا بدلو رائع جدا في إطار توظيف وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومن الصم تحديدا. وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات الهامة صراحة. أما اليوم هذا كانت هناك في دورة للغة الإشارة لموظفين المدينة وللمجتمع المحلي عموما، وخاصة للآباء وأولياء الأمور.
كان هناك أيضا برنامج تشغيلي تطوعي للطلبة الصم في كثير من مؤسسات ومراكز الدولة. بالإضافة إلى هذه الندوة الهامة مشكورين عليها في تلفزيون الفجيرة الرائد التربوي. يوم غد ستكون هناك فعاليتين، في عندنا رحلة إلى ياس ووتر في أبوظبي، وفي عندنا كمانية فعالية أخرى في تلفزيون الشارقة سيستضيف برنامج أماسي الأخت العزيزة الكريمة الأستاذة منى عبد الكريم، التي سوف تتحدث أيضا عن الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج أماسي. لها كل الشكر ولكم أيضا جزيل الشكر. يوم الأربعاء سيكون هناك ثلاث فعاليات، فعالية توعوية ثقافية مع شرطة الدفاع المدني، وأيضا في فعالية كتير مهمة أنه في لقاء توظيفي مع حلف يعني شركاء التوظيف في نادي الثقة. ستكون هناك مجموعة كبيرة جدا من الشركات التي يعني حاولت أن تقدم خدماتها للصم. وستكون هناك أيضا في مشروعية للذكاء أيضا الصناعي، معرض لهذه الفعالية. يوم الخميس في أربع فعاليات، في فعالية عنوانها أقدر، سيحضرها سمو الشيخ سيف ابن زايد بارك الله فيه، وأيضا هناك برنامج رياضي مع نادي عجمان، وهناك رحلة إلى أسكيد. فعاليات متنوعة ومختلفة فعلا، يعني الأسبوع متنوع كان كثيرا. وبدي أدعيكم كمان أنه يوم الجمعة يوم الجمعة القيادة العامة لشرطة الشارقة مشكورة حتسوي برنامج على الواجهة المائية للمجاز اسمه فكر قليلا فكر يعني دقائق واكسب البسمات. إن شاء الله نكون موجودين بإذن الله. شكرا لك أستاذ إلياس طباع، أخصائي علاج نطق ولغة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. شكرا لك. شكرا جزيلا، وانا يعني اهديكم شكرا لك. تحيات مدينه الشارقة للخدمات الانسانيه، تحيات شخصيه مبارك جهودكم على يعني الجلسه اللطيفه الرائعه واجبنا معكم. شكرا لك. وهذا التلفزيون الرائع في خدمتكم الذي اتمنى ان يكون دائما بهذا الاطار المعطاء والمتميز. نورتنا استاذ الياس. الحين بنروح للمرحله الختاميه لمهرجان الشارقه للمسرح المدرسي الدوره التاسعه اللي نظمتها دائرة الثقافة إدارة المسرح في الشارجة من 21 ل 25 إبريل يا عبد العزيز، واللي كان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. خلينا نشوف التقرير هذا مع بعض. أتصور أنه لما احنا نقول الشارجة فهذا يعني بأن الأمور طيبة ولله الحمد، خاصة فيما يتعلق بالمسرح والطفل. يعني احنا عارفين ايش كثر الله يحفظه ويطول في عمر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي مهتم بهذا الجانب، والطفولة بالنسبة له مسألة جدا مهمة، تربية النشء خاصة في موضوع الثقافة والفنون. يعني اليوم المسرح احنا نشوف عروض طيبة، عندنا طبعا عروض على مدى 4 أيام، عندنا المراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وأيضا عندنا الثانوية العامة، بنين وبنات، والجوائز كثيرة والفلوس وايدة، بل نرضي الكل إن شاء الله، لأنه من المهم أن احنا نشجع هالنشأ على حب المسرح. هذا النوع من المهرجانات مختص بالمسرح المدرسي، يهدف المهرجان إلى تنمية مواهب الطلبة والطالبات وإكسابهم الثقة بالنفس عن طريق وقوفهم على منصة المسرح. السنة هذه كان عندنا 70 عرض مشارك، 18 عرض مسرحي هم اللي تأهلوا للمرحلة الختامية. أيضا عندنا برنامج ثقافي مصاحب للمهرجان في الفترة المسائية. البرنامج الثقافي يحتوي على 3 ورش تدريبية بالإضافة إلى ملتقى فكري. طبعا السنة هذه خلال الورشات تم التركيز على فئة المعلمين والمعلمات. نحن فخورين أن اليوم نحن واصلين الدورة التاسعة في مهرجان المسرح المدرسي
في الشارقة، وتأكيد يعني من متابعتنا للدورات هذه اليوم النتيجة اللي واصلين لها نتيجة جدا يعني مفخرة ومشرفة للمسرح المدرسي في العروض اللي قدمونا، في تجاوبهم مع المسرح، في فهمهم للمسرح المدرسي وقيمة المسرح عند هذه الأطفال. اليوم نحن نشاهد عروض الحقيقة متميزة، والأهم من هذا اللي يفرحنا أكثر أن حتى المدرسين والمدرسات بدأوا يتعاملوا مع المسرح بشكله الصحيح. الشيء أيضا الأهم أن حتى الجمهور المسرحي لو من الطلبة من طلبة المدارس أيضا صار عندهم وعي وعندهم حب المنافسة وفرحانين ومبسوطين. يعني أنا الحقيقة اليوم لو أقارن بوجودي اليوم مع مهرجان مسرح الطفل ومهرجان مثلا من المهرجانات الكبيرة، أحس بنشوة مع الأطفال هذيلا في تشجيعهم في حضورهم حتى في عروضهم المسرحية. أجمل شيء الختام اللي خدموا فيه الأطفال. فعلا أصواتهم جميلة وكلهم طاقة إيجابية. نشكرهم. طبعا الحين عدنا راح نشوف ملتقى الفجيرة الأول للعود في 2019، وكان حدث الإمارة الأول. نعم. واللي كان برعاية كريمة من سيدي من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة نخبة من العازفين من الدول العربية. ونتعرف أكثر على التفاصيل هذه وعن انطباع فنان عازف ويانا اليوم إسلام أبتي. هلا ومرحب فيك من مصر. أهلا وسهلا. نورتنا اليوم في استوديو 7 على 7. خبرنا عن انطباعك عن الملتقى الدولي الأول في الفجيرة للعود في عام 2018. نحن 2018 ولا 19؟ أنا عادي الشيء القديم الميموري لسه ما خدناش عليه. بعدني مايت ل 2019. الواي فاي بطيء عندها ما حدث. الراوتر بعدها ما لا، هو عادة كده لحد ما يفوت شهر 6 كده بنعتمد السنة إن هي جت. صح. يلا تفضل. في البداية يعني أنا أحب أشكر بس كل القائمين على المهرجان، وخصوصا يعني الأبطال الثلاثة اللي كانوا في الصدارة جدا، أستاذ علي عبيد، أستاذ أحمد عبد الستار اللي تعامل معانا يعني ومع التجهيزات كلها وكان هو المتصدر. نوجه لهم تحية أكيد. أستاذ أسامة هو اللي وزع الموضوع للموسيقيين يعني، فحابب أشكرهم جدا، وطبعا كل الناس اللي في الخلفية. في البداية الانطباع، وبعد نشكر مروة نحن لأنها كانت عريفة الحفل. ينهر أبيض. ينهر أبيض. في البداية جدا اللقاء كذا آلة عود مع بعض بيشكل خطر، أو بيشكل يعني مش عارف أقول إيه، بس يعني أسلك شيكة مع بعض، لأن الدوزان وضربة الريشة مع بعض مش زي مثلا مش سهلة كمانجات أو كذا كونشيرتو. نعم. لكمانجا مع بعض يلعبوا، هيلعبوا بتآلف جدا وبمنتهى السهولة، لكن العود علشان ضربة الريشة تنزل في نفس الثانية أو نفس الكروش عندنا زي بيقولوا، بتبقى محتاجة شوية يعني حسبانات من الناس تاخد بالها. نعم. وكده. فلما تقل الكلام ده كنت يعني حذر ومتوجس كده، إن هو إيه يا ترى اللي هيحصل في مقالب اللي هتطلع لنا يعني. ولكن الحمد لله كان في تنظيم وكان في سيطره على الموضوع، ان الحاجات تطلع بالشكل المقصود بها، والحمد لله تمام يعني. الحمد لله. بس انطباعك عن الملتقى، يعني حبيت الملتقى، هل ان شاء الله بتكون في الدوره الثانيه؟ بكل يعني الحين الدوره يعني الاولى اكيد الموضوع كان مؤهل جدا ان الناس دي يبقوا اسره مع بعضيهم يعني. نعم. خصوصا ان كانوا عاملين حساب كل تفصيله صغيره، انه ما يحصلش اي خلافات، ان بنقرا افكار العازفين، ان يا ترى اللي كل شخص فيهم ممكن يتوقع ايه او ممكن يبقى محتاج ايه نجهزه له علشان. نعم. ما يتفاجئش. او كنتوا يد واحده وايضا. نعم. ساعدتوا بعض علشان ينجح. نعم. هذا الموضوع. ده حقيقي. استاذ اسلام ممكن تسمعنا شيء؟ أو. شكرا لك. يا سلام. في مقطوعه موسيقيه للاستاذ محمد الأصابي اسمها ذكرياتي، الله يرحمه يعني.
الله عليك يا أستاذ. الله يخليك. يعني أظني بعد هذا العزف بنتعلم عود على طول. صح؟ الأكاديمية موجودة هنا. في الأكاديمية الفجيرة للفنون إن شاء الله بننضم لها أنا وعبد العزيز قريبا بإذن الله. بنكمل الحوار وياك لكن عندنا فاصل وراح نرجع لكم. فاصل مشاهدين الكرام وراجعين لكم، خلوكم ويانا. يا هلا فيكم، رجعنا لكم ورحب بضيفنا الأستاذ إسلام الأبتي عازف عود من جمهورية مصر. أهلا فيك. أهلا وسهلا. مثل هذه الملتقيات شو تضيف للفنان اللي يعزف على العود؟ الإضافة اللي تقدمها للفنان؟ إضافة للفنان سؤال. هي هو يعني في كل الحالات معرفة الناس في المطلق. نعم. دي لوحدها كنز وإضافة. ممتاز. تمام. بس بالنسبة للفنان هو أصلا مهتم إن هو يعرف ثقافات تانية ويعرف تناول الناس التانيين، تناول الموسيقيين التانيين للآلة أو للموسيقى بشكل عام، نفسه محتاج يشوفه لايف، يعني محتاج يشوفه بصورة مقربة. حلو. ليه ملتقيات بالشكل ده بتقدم للفنان يعني بنسبة مش قليلة جدا من هو بيفكر فيه، إنه إن أشوف ناس مثلا موسيقيين عراقيين بيتناولوا الآلة بتاعت العود من المنظور العراقي ازاي عن قرب، بدل ما اشوفه مثلا على يوتيوب او اشوفه في اي وسيله يعني من وسائل تقربت منها. بشوف الموضوع نفسه. شفت ناس يمنيين بيتناول العود ازاي من هذه المنطقه، وكذلك مش العود بس يعني، بس انا بتكلم بصفه عامه الملتقيات بتفيد الموسيقي فيه. فلا هي مفيده جدا طبعا. جميل. إسلام، أحس أجمل اللحظات اللي الفنان يحتفظ فيها يوم يرد بلده هي لحظات البروفات والتجمعات بين جميع الفنانين. خبرنا عن أيام البروفات، وأيضا على فكرة على طول رسمة ابتسامتك، شفت تذكر شيء جميل الحين. إسلام، خبرنا عن أيام البروفات وأيضا الملتقى. أيام البروفات إحنا كنا بنستخسر ننام، علشان يعني مستخسرين الوقت اللي بيضيع ده. فعلا. لا يا حرام، هنقعد مع بعض شويه، مش لازم ننام دلوقتي، هنروح ننام في البيوت. فهنقعد مش لازم ننام. القعده حلوه من كتر ما هي كانت ممتعه يعني، وان احنا مستمتعين بالصحبه، وان الناس مش بخلانه بعزف. فعلا. مش بخلانه بان لا لا لا، مش يعني ما حدش كان بيوفر مجهوده يعني في ان لا خلينا للحفلة أو خلينا لما نروح أو خلينا الكلام ده. لا، كله كان يلاقي فيه أي حد، أي اثنين ثلاثة ماسكين آلات موسيقية وبيلعبوا، فيقوم رايح طالع قط وجري يجيب، حتى لو مش لازم الموسيقى خذ الحماس. مش لازم الموسيقى اللي كانت المفروض إن احنا هنلعبها، لا بندور ونلعب. كانت أجواء موسيقية وعائلية وجميلة، زخيرة بالجماعات، زخيرة وعامرة بالمحبة يعني والموسيقى الجميلة. الحين ما بتبخل علينا، نبى نسمع. يلا أقول الحين ما بتبخل علينا، نبى نسمع. يلا دلوقتي طبعا. طيب أنت عمري ولا صعبة هاي الحين؟ سويتوها في الملتقى؟ سويناها بالحفل. تحب تسمع تاني؟ هي يا ليت. عين لو تناسب يعني، لو مستعد لها أنت زي. الله يخليك.
اختيار موفق عبد العزيز، وتسلم ايدك. الله يكرمك. زين انت ملحن ما شاء الله عليك، تكلمنا عن اعمالك اللي سويتها. لي تجارب كده راح تسويها ان شاء الله مستقبلا. بالضبط كده، ولكن هي لسه تحت الانشاء، ما طلعتش للنور لسه. ممكن يعني تعطينا شويه عنها، شو ناوي تسوي ان شاء الله على قدام، واللي سويتها قبل؟ يعني اللي سويتها قبل لما يعني اتحطت في الدرج زي ما بيقولوا، لان ما لقيناش الشكل يعني، او ما لقيناش الناس اللي تنفذها بالشكل المناسب. نعم. فكانت يا اما تطلع بشكل نص نص وتتحرق، او يا اما لا خليكي كده لحد ما نشوف بقى الشكل اللي تطلع ان شاء الله، او نعمل حاجه جديده للشكل واللي يليق فيها ان شاء الله تعالى باذن الله. طبعا يعني لو تعمل كده ان شاء الله. مروه طبعا احنا قبل نبغى نختم معاك بمعزوفه. نعم. لكن نودع المشاهدين ونشكرهم، نشكرك بعد كذلك اسلام الابتي عازف عود من جمهوريه مصر، شكرا لك. الله يسلمك. نورت الامارات. نورت. نور ليك طبعا. مشاهدينا الكرام شكرا لكم، وشكرا لك زميلتي مروه. اشكرك عبد العزيز. نعم. وايضا مشاهدينا تصبحون على الف خير، وان شاء الله باكر في نفس التوقيت لا تنسون تابعونا في برنامج 7 على 7. والحين بنخليكم مع معزوفه اسلام الابتي، تفضل. دي بمناسبه ان احنا مسافرين كمان شويه، فيا مسافر وحدك لعبد الوهاب. يلا تفضل. بسافر وياك عشان ما تكون لوحدك. الله يسعدك. احنا معانا وقت قد ايه عشان بس ابقى عارف؟ تفضل خذ راحتك.